إني أحبك في الله. كثير من الشباب يريد التوبة ولكنه يخاف من الانتكاسة، فكيف نكسر الحاجز بينهم وبين التوبة؟ وفقك الله. هذا يعني الشاب يريد التوبة ولكنه يخاف من الانتكاسة، يعني عجيب، يعني كيف أنا هو تائب ويخاف أن يرجع؟ الإنسان أيها الأحباب حينما يتوب فالله عز وجل التوبة تجب ما قبله، خلاص إذا تبت خلاص، يعني من تاب تاب الله عليه. يعني التوبة ماذا هي؟ تمحو الأثر، ما يكون لها بقى. إذا كيف تخاف الانتكاسة؟ يعني هذه من 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 سياسة الشيطان. سياسة الشيطان لو سياسة من سياسة يقول لا تتوب، ترى إذا تب سوف ترجع، قل سوف أرجع وأتوب وسوف أرجع وأتوب وسوف أرجع وأتوب على رغم أنفك أيها الشيطان، ما يضر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيهم أحسن أيها الشاب؟ يعني ما تتوب تستمر على ضلالك وعلى يعني معصيتك وعلى هوائك، وإلا تتوب فأن تفتح المجال بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا من غير من غزل الشيطان، من غزل الشيطان ودسائسه أنك إيش؟ يقول لا تتوب لأنك سوف ترجع. لو رجعت لرب يغفر، لو رجعت لرب يغفر أنت، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في صحيح مسلم الرجل الأذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، يقول الله عز وجل أما علم أنه له رب يغفر له. فاحذر، احذر أن يكون لك عقبات. أخشى أن أنتكش، أخشى لي ما استمر، أخشى لي مثلا بعض الناس يقول أخاف أجي إلى الدعوة أو أجي المحاضرة، يعني أجي أسبوع أسبوعين بعدين أنقطع أفشل. لا يا أخي، أنت لا تدري أي الأبواب التي تدخل الجنة منها، بأي باب تدخله. تعال تب إلى الله عز وجل. وإني لغفار لمن تاب. إذا تبت بدل الله عز وجل سيئات وحسنات، سيئات وحسنات. فلهذا لا تجعل الانتكاسة يعني أنت لما تتوب تكون عندك يقين أنك لن تعود وتندم وأن لا ترجع إلى الذنب، وكذلك تطلع من الذنب. شروط توبته من شئت عدتها ثلاثة: حصلت على مهلي، إقلاعه ندم وعزمه أبداً أن لا يعود لما جرى منه، وقلي إن كان توبته من ظلم صاحبه لا بد من رده الحق على عجل. فلا تجعل إن يمكن أن تكس أنت الآن تعمل، اعمل بهذا اليقين وهذا الأصل وهو التوبة، ولا تجعل الشك والظن والأوهام والهواجيس هي التي تطغى عليك. اعمل بالأصل وهو التوبة، والهواجيس والظنون والشكوك اجعلها هي الأخيرة، لا تجعل هذه تطغى على هذا. ومن الأصول أنك تتمسك بالأصل وتتمسك باليقين وهو التوبة إلى الله عز وجل التي فتح الله عز وجل بابها لعباده.